صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. طبعا عيادنا بعيد الملاك ميخائيل في كفر السمر، وزي ما انا وعدت هنيجي نعيد في دير الانبا انطونيوس بجبل البحر الاحمر، واحنا هنا في قديس القديس ملكوس الانطوني. انا لي علاقه حميمه جدا جدا يا استاذ حارس القديس ملكوس الانطوني. على فكره القديس ملكوس الانطوني كان حبيبه الملاك ميخائيل، وكان بينه وبين بعض صداقه، وسليمان الشحات عاصر القديس ملكوس الانطوني، لان القديس ملكوس الانطوني عاصر الانبا لويس، الاثنين عصروا مع بعض. يعني في الوقت ده وكان هو صغير، كان في القرن ال14 الميلادي، القرن ال14 عصروا مع بعض. هنخش جوه الكنيسه اللي احنا عملنا فيها الجديد، ويقال اللي هم اتقابلوا بالروح يا استاذ جميل. يعني هنخش دلوقتي وهنخش نصلي. يعني احنا قلنا التمجيد، اتفضل، قلنا التمجيد، وقلنا النهارده حضرنا القداس في كنيسه القديس مرقس الانطوني. ودايما احنا بنفرح بكنيسه القديس مرقس، بس القديس مرقس الكنيسه دي اثريه وفيها حاجات اثريه انا بحب اجيها، لو فيها ايقونه بتجمع الاربع اللي هم الملائكه، الملاك سوريال، الملاك غبريال، الملاك ميخائيل، الملاك رفائيل. الصوره دي اثريه بجمع الاربعه مع بعض. الكنيسه زي ما انتم عارفين فيها ثلاث مذابح، مذبح القديس العظيم فوليداتير ماركاريوس ابو سيفين. طبعا كلنا عارفين ابو سيفين ومحبه ابو سيفين، والملاك ميخائيل كان مع ابو سيفين. الكنيسه ده المذبح بتاع ايه؟ اللي هو القديس العظيم ابو سيفين فيلوباتير ماركوريوس. ماركوريوس اللي هو المذبح الخلفي اللي على ايدك اليمين. كلهم حبايب الملاك ميخائيل يعني يا استاذ جميل. طبعا استاذ حارس، استاذ حارس بيتعب معانا كتير. دي الصوره الاثريه برضو ترمز ان هنا ان السيد المسيح لما نزل وجاب اللي هم كان مقبض عليهم الشيطان، اللي هو نزل الهوية وجابهم، أولهم كان آدم وحواء، آدم وحواء، لاحظوا الصورة، ده آدم ودي حواء لما خدهم السيد المسيح، هو في القيامة لما انشق حجاب الهيكل، ويقول لك ودي نلاقي كده في قسمة القيامة، ويقول لك انفتحت القبور وصعدت منها أجساد القديسين. الصورة الأثرية تخص برضو القديس مرقس، القديس العظيم فوليداتير ماركاريوس اللي هو خد في المذبح بتاعه. الصورة هي الصورة دي من 1882 ميلادية أثرية. تعال اتفضل، ما تجيبش حد من أحسن. القديس العظيم مرقس شفاء الكنيسة وشفاء الدير. ده لا 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 أخرجك واحد، ده المذبح بتاع القديس مرقس. القديس مرقس طبعا ليه لقب اسمه قديس ابو جريده، انتوا عارفين القصه بتاعته، والاستاذ حارس حكاها لكم، لكن هو صاحب كلمه اللي هو الجنديل المنير، القنديل اللي هو القنديل المنير. القديس العظيم مرقس الانطوني بيجي بنفسه يولع القنديل، وانا اوريكم القنديل دوت. طبعا هتشوفوه موجود هنا بالكنيسه، وجسد القديس العظيم مرقس الانطوني موجود برضه في نفس المكان. في الصوره الاثريه للست العذراء، هي الام الحنونه. في حتى تلاقيوا في طفل صغير هنا في الصوره دي، لي قصه طبعا عشان اقعد احكي لكم. هو المفروض لما اقول اسمه يوحنا المعمدان، لما كان طفل صغير كان السيد المسيح الاثنين في متوازي واحد، يعني كان هو كان لسه صغير والتاني بيحمي، فالصوره ترمز الاثنين مع بعض. خدت القديس يوحنا المعمدان ارضيا اهو ماسك وبيمد ايده للسيد المسيح، والسيد المسيح طفل صغير مع في هنا هتلاقوا في شبشب كده في رجل السيد المسيح محلول. الناس بتستغرب، هي كانت الست العذراء ماشيه وقعت منها فرده؟ لا طبعا، هو انحلال من العهد القديم للعهد الجديد، ده عشان تبقوا عاملين حسابكم. هنخش على الامير تدرس برضه، يعني لمحوا حاجه، القديس مرقس الانطوني معاه القديس فوليداتير ماركاريوس اللي اداله السفينه ابو مخيل، الملاك مخيل. كويس؟ يعني احنا كده الملاك ميخائيل اداله السفين صح؟ لا هو الملاك ميخائيل اداله سيف. يبقى بيجي السفين. عشان يبقى سيفين يبقى رمز الصليب. يبقى لا، واحنا برضه سيف من هو سيف من النار. طب يعني الملاك ميخائيل اداله وبرضك الامير تدرس برضك يبقى هنا الملاك ميخائيل هنا ادى الامير تدرس برضه كان لا كان بيناوله حجاره هنا. بيناوله حجاره، يبقى الملاك ميخائيل، يبقى القديس مرقس الانطوني جمع اللي هم الملاك ميخائيل عمل معاهم معجزه وخدهم معاه. الامير تدرس الشطبي عشان الناس بتقول المشرقي خد سيف، خد سيف من النار برضه. ده جسد القديس مرقس الانطوني. السلام عليكم القديس مرقس. في حد كده بيقول يعني يقول ايه، هو القديس مرقس الانطوني كان ليه شفاعه في الفقراء، حتى ايه كان الانبا لويس بيحب يعطي الفقراء.
كان دايما لمبه لويس يدي الفقراء فلوسه كلها جايه للفقراء، ما حد كان يدي لمبه لويس حاجه كان يديها، وعاش طول عمره وما كانش عنده ثياب صح؟ اه كان بيتشبه بلمبه بولا برضه يعني ما كانش عنده ثياب، كان بيحب الفقراء، فلما كان بيحب الفقراء القديس مرقس الانطوني كان بيحب الفقراء، حتى تلاقوا في هنا بيقول لكم ايه؟ ماشي بيتكلم عن لاجل حب العطاء يعني اه كان مذكور بحب العطاء. القديس مرقس شفاعته قويه وله قصه كبيره طبعا مع ملك فرنسا وجاء هنا الدير وكان سبب في ترميم الدير. انت عاوزين طبعا تعرفوا القنديل اللي بينور بنفسه، هو ده القنديل. انا المفروض ما انا هنزله يعني حلوني، بس انا مش همسكه كده. ده القنديل. القديس مرقس هو اللي بيولع القنديل ده بنفسه. اي حد يجي دير الامبرطونيوس يسال على كنيسه القديس مرقس الانطوني وقنديل القديس مرقس، بركه جامده جدا للدير ومشهور جدا القديس مرقس الانطوني. ده القنديل هو وده الزيت، ناخد بركه. وفي الكنيسه طبعا الدير بيوزع منه زيت دايما. نشفع بالقديسين ونشوفكم في حلقه جديده. صلينا في الملاك ميخائيل كفر سمري وجينا صلينا في القديس مرقس القديس. هقول لكم قصه بس انا مش هحكيها، انا هحكيها للاستاذ حارس. موضوع ايه؟ موضوع ابو جريده، لان هو اللي هقولها لكم وهو اللي حافظها. كمل استاذ حارس. دخلوا؟ لا ما يخش، ما احنا دخلنا وديناه. طيب اتفضل استاذ حارس قول. كل سنه وانتم طيبين. القديس مرقس الانطوني اول حاجه شهرته اللي هو سافر لملك انجلترا سياحه واتقابل معاه. كان ملك انجلترا داخل حرب وقال له انت هتكسب الحرب دي بس ما تبقاش انسان. قال له انت مين؟ قال له عايز تعرفني تبقى تيجي دير الانبا انطونيوس. ملك انجلترا كسب 30,000 في أثناء الحرب، ولما كسب حب يرد الجميل للراهب اللي راح وقف معاه في الحرب. كان واقف معاه في وسط الحرب، وببركة الأنطوني ملك إنجلترا غلب 30,000 و مين الراهب دوت. ولما جه ملك إنجلترا دير الأنبا أنطونيوس لف على الرهبان كلها فسألهم في راهب كبير في السن كان واقف معايا وقال مواصفات الراهب، فقالوا له ده يبقى القديس مرقس الانطوني بركه دير الانبا انطونيوس. ولما شافه شكره كتير وقال له عشان خاطرك انا لازم اعمر دير الانبا انطونيوس. وفعلا عمر دير الانبا انطونيوس، لان كان الدير البربر قاعدين. ده جسد القديس مرقس. ده جسد القديس مرقس. كمل حضرتك، كمل يا فندم اتفضل. والبربر كانوا قاعدين 300 سنه في الدير، فكان الدير يعني محتاج توضيب كتير ومحتاج ترميم. فجي ملك انجلترا شكر القديس مرقس الانطوني وقعد معاه فتره وعمر دير الانبا انطونيوس، وكان بركه كبيره طبعا لدير الانبا انطونيوس ولمصر كلها والخارج مصر كمان، لان ايه كانوا بيتشفعوا بيه. القديس مرقس ليه مشهور بابو جريده؟ لان سافر سياحه من مصر لانجلترا بالجريده، فهو مشهور بالقديس ابو جريده. وكان محب للصلاه جدا جدا ومحب للفقراء والمحتاجين. وفي مره كان مقصور من البربر وكان الرهبان عطشانين، فقال للراجل اللي كان اسره قال له اسق الرهبان. قال له لو عايزني اسقيهم انا اسقيك انت بس. قال له لا، انا لو هتشرب الرهبان كأن انا شربت. قال له لا مش هشربه. قال له خلاص انا مش هحتاج منك حاجه، لان رب الكل هو اللي قادر يعول ولاده. وفي الحال نزلت مطره كان في عز الصيف والرهبان كلها شربت. لما شاف رئيس البربر الموقف دوه رجع الرهبان للدير وقال له انت راجل بركه وسامحنا في اللي احنا عملناه معاك. بركة القديس مرقس الأنطوني تكون معانا وتشملنا واذكرونا في صلواتكم. يلا يا ولدي. اوعى اوعى يا
كده احنا نزلنا من عند القديس مرقس سلانتوني وطلعنا هنخش عند طافوس الرهبان او المكان اللي لما حد من الرهبان يتنيح فيه يتنيح في الدير بيحطوه هنا. المكان ده بيركض فيه الراهب مسائيل الانطوني والراهب قمص سلوانس الانطوني. بس طبعا انتوا في ناس ما تعرفوهاش كده اساسيين قديس تدرس الانطوني، طبعا تسمعوا عنه موجود هنا، والقديس العظيم ابدير، وفي حد هنا مهم جدا القديس باسيليوس المطران، ده جسده موجود هوريه لكم موجود هنا في المكان ده من ولاد دير الانبا انطونيوس. ده الانبا باسيليوس مطران القدس قبل اللي هو الانبا ابراهام، ده في نفس المكان ده طافوس الرهبان، ده طافوس الرهبان وده القديس ابا سخيرون الانطوني اب اعتراف ابونا الانطوني يوسف، ده اب اعتراف ابونا. هوريكم المكان اللي كان فيه ابونا يوسف الانطوني اللي قبل ما يتاخد ويتحط في مكان تاني. يقال ان المكان ده كان اللي كان فيه جسد القديس مرقس القديس يوسف الانطوني. وفي هنا حد، لو حد فيكم يسمع على ابونا سليمان، ابونا سليمان ده اللي هو كان تلميذ وصديق لابونا انجلوس الانطوني، كان اصدقاء هما الاثنين مع بعضيهم فبنعمة المسيح برضو مع السادة القديسين موجودين هنا. هنتقابل ونكمل، انتظرونا في حاجة تانية اللي هي ده منظر الدير. سمحت كده، هات كده، ده منظر الدير زي ما انتم شايفين اهو قدامكم من الخلف من ناحية المزرعة. هننزل تحت ان شاء الله ونصور نكمل رحلتنا جوه. الى اللقاء وانتظرونا، سلام. بعد كده هاخدك في نادي السينما يا استاذ جميل. شايفه كده انا لو سمحتي؟ لا ده هي اللي عماله تفرجني. ما ينفعش تنقي ولا حاجه. احنا كده بنتمشى في دخلة اللي هي من الخلف القديس العظيم كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. كنا في كنيسة القديس مرقس الأنطوني. عايزين ماشيين كده زي ما انتم شايفين ده خلف المزرعة. إلى حد فيكم جه الدير قبل كده؟ دي السلالم اللي هي بتطلع ناحية عين المية، اللي بنروح ناحية عين المية. حد فيكم جه الدير يتفضل يجي تاني ويشوف المكان. كده احنا بنتمشى في المكان. خلفنا على ايدي اليمين اللي هو كنيسة الرسل اللي بتختص فيها جسد الانبا وساب الابح والقديس مرقس القديس العظيم يوسف الانطوني. كده احنا دخلنا في الدير داخليا، ده اتجاه عين الميه زي ما انتم شايفين، ده اتجاه عين الميه. وهنا بنخش على كنيسة العظيم الانبا انطونيوس الاسابيه. ممكن نفتح البركة، ربنا يخليك، هتعبت معايا. احنا كده هنتجه على كنيسة الرسل اللي هي بها الأجساد القديسين. تعبتك كده. دخلنا على الكنيسة باسم الرسل صح؟ اه. طيب زي ما دخلنا كنيسة باسم الرسل فيها ثلاث مذابح، ادي مذبح النص وفي مذبح بتاع الست العذراء
هو كده ماشي. هنخش بقى على جسد الانبا يوساب الاباح. ده احنا بدير الانبا انطونيوس، ده جسد الانبا يوساب. اهو الجسد ماشي. هنخش داخليا على ايه؟ على فكرة في كنيسة هنا المفروض تحت الارض، هنا تحت الارض في كنيسة، ممكن توريهاني؟ هخليكم معايا. في كنيسة تحت الارض هنا، في حد من الشمامسة الخدام الحلوين هيوريها لنا، هنشوفها دلوقتي. هنبتدي نشوفها دلوقتي. هرجع لك لورا، شكرا. الكنيسة دي يعني كده احنا شفنا الكنيسة، اتفضلوا شايفين انا واقف عليها اهو، شايف الكنيسة انا واقف عليها. دي كنيسة تحت الارض اهو، انا واقف عليها زي ما انتوا شايفين. الكنيسة هي واخدة بطول الكنيسة كلها، بس احنا هنشكر حد من الخدام وراها لنا. في دير أبا أنطونيوس في كنيسة الرسل، ده إزاز أهو، ده إزاز اللي أنا واقف عليه، ده إزاز ماشي، ده إزاز. هنخش بقى عند القديس العظيم يوستوس الأنطوني. استأذنك أحسن. كده هنخش عند القديس العظيم يوستوس الأنطوني ماشي. تعبك معايا. ده الجسد بتاع القديس يوستوس ماشي. ده الجسد بتاعه اللي طبعا الكل بيطلب شفاعته، وشفاعته تكون معانا حافظ علينا. هنخش بقى هنستأذن الخدام نخش القديس القديس ايه أنطونيوس شفاع الدير. احنا هنا وقفنا بس لحد ما يفتحوا لنا المكان، هيفتحوا لنا الكنيسة اللي هي الكنيسة الأثرية بتاعة القديس أنبا أنطونيوس أبو جميع الرهبان في الدير، زي ما انتوا شايفين كده. مكان جميل جدا. ودي الصورة القديس يوستوس الأنطوني، الصلاة تكون معنا. وادي التمجيد بتاع القديس يوستوس الأنطوني، حاجة جميلة جدا، بركة كبيرة للدير. طبعا انتوا عارفين. وده صورة تاني للقديس يوستوس. الدير مليان ببركات كثيرة. زي ما انتوا شفتوا كان جسد القديس مرقس الأنطوني والأنبا يوساب الأباح اللي احنا شفنا الجسد بتاعه مازال موجود. وشفنا هننزل دلوقتي هنروح للكنيسة الأثرية بتاعة القديس العظيم أنبا أنطونيوس. بنشكر الباشمهندس اللي فتح لنا. لحظة بس كده، تعال ورايا. احنا كده في الكنيسة الأثرية بتاعة القديس العظيم أنبا أنطونيوس. ده المذبح بتاع أنبا أنطونيوس. المذبح ده ما بيصلاش فيه خلاف غير الرهبان العلمانيين، لا الرهبان فقط هما اللي بيصلوا في القداس هنا وبيتعامل فيه التسبحة. يقال وده أكيد إن هو هنا المكان اللي ظهر فيه الأنبا أنطونيوس اللي هو جسده هنا، لكن جسد الأنبا أنطونيوس محدش يتلاقى به هو الأنبا بولا، لكن هو ده كنيسة الأثرية للأنبا أنطونيوس. وده المذبح، في مذبح بس قديسة العذراء القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وفي مذبح تاني اهو في النص برضه باسم الأنبا أنطونيوس، بس هم اختصوا بمذبح واحد. ودي الأيقونات.
اللي في الدير اخطيت ادي كانت صغيره خالص في الدير في اخر الكنيسه نفسها، والدير متجزا بين اللي هم اللي هم الوعاظ وبين التائبين. دي بتاع ده مذبح، هو المفروض اللي اتجمع الاربع حيوانات. نعم الاربع حيوانات، الاربع حيوانات غير متجسدين. ادي المذبح، اول مذبح في الدير، اول مذبح في الدير، اول مذبح. ان شاء الله الدير دايما صلاته تكون بركه للجميع والخدام واللي بيخدمه والخدمه وشفاعه الست.